المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. لاحظ أنه بفترة الميلاد الله استخدم الأحلام واستخدم الملائكة أيضا، فالملائكة مرسلة خادمة أكيد لخير ومنفعة البشر حتى يسبحوا ويمجدوا الله. شيء جميل بولادة يسوع المسيح، تحركت السماء وتحركت الأرض، والله اختار رعاة متبدون بيحرسوا في منطقة حقل الرعاة حتى يشرفهم أنه يزوروا الطفل يسوع المسيح. وهذه الأغنية وهذه الأنشودة تعتبر واحدة من الأناشيد الجميلة، ما زالت تنشد حتى يومنا هذا، ليس فقط أنها تمت قديما ولكنها كأمنية. فنحن ننشد ونتغنى ونتمنى ونصلي من أجل السلام، سلام على الأرض وبالناس المسرة أيضا. عمري تبقى شوق قلبي وعينيا، تبقى ليا